السلام عليكم متابعينا ومتابعاتي. فيديو اليوم حيلة كنستعملها في الحوت اللي كنقلي في الزيت، شوفوها من خلال الفيديو. اول شيء نبغي نقول للناس اللي عندها قنوات، في اي فيديو نتمنى تحطوا الهاشتاج ديال اعطوا المحتويات نقية اهتمام وتقدير، واني بكم فرجة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا وسهلا واهلا متابعيني ومتابعاتي الغاليين. اهلا في فيديو جديد ووصفة أو طريقة أو حيلة أو إفادة جديدة على قناتي وقناتكم، قناة وصفات فرح الصحراوية. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا بكم مجددا. فيديو اليوم لا نشترك معكم حيلة كنستعملها في يعني استعملها الحوت مثلا، هذا اللي كنقلو في الزيت للإشارة يعني بين قوسين. فالحوت المقلي في الزيت عارفة أنه ما هو صحي، ولكن مرة إنسان يدير هاد المسائل يعني ما يداوم عليهم، ولكن سبحان الله الزيت كتعطي القلي في الزيت كيعطي قول المسلة، عارفين أنه ما هو صحي. غير مرة الواحد يدير يعني يهبز في هاد المسائل أو يعدل هاد الطريقة هذه ديال القلي. مهم كي قلت لكم لا يشترك معكم حيلة اللي كنعدلها. نقول نحطها ما نحطها، شحال نخمم نقول نحطها للطافيلات لا ما نحطها، ولكن سبحان الله راه الاشياء اللي كنقولوا مع راسنا حنا راهي تافهه، يعني ما راهي قد العديد من الناس استفادوا منها. فقررت اليوم ان شاء الله نهز كاميرتي ونصور لكم هاد الحيله هذه اللي كنستعمل في في في, في اسمه في يعني باش نمرمد الدقيق، المرمد الحوت اللي لاهي نقلي في الدقيق. طريقه يعني رائعه وعمليه، وكتهنيك ما كيقعدش داك الحوت بارتو يعني داك الدقيق بارتو، طريقه اللي عمليه. هون عندي الحوت ديالي اللي شرملته ديجا، غسلته على شرملته لان الحوت ديال هون كيف تعرفوا هنا كل شيء في الفريغوات كل شيء كتكون طعمتو شوي ماسخه الا ما درتي له نيت القوام والعطري والمسائل والحامض وداك الشيء، حدو يجي الكو ديالو يعني يقد يدوز يعني طعمتو تقد تدوز يعني. المهم غسلته هون، درت له الحامض، درت له شوي الخرقوم، شوي الابزار الابيض، شوي الملح والثومه والكمون ولبزاء وعفوا القزبر، غبره يعني القزبر حبوب مطحون، هادو كامل درتهم خليته واحد تقريبا ربع ساعه او 20 ساعه تقريبا خليته باش يشرب مزيان ويتشرب من هاد العطريه هذه وهاد اليقامه. المهم غنحتاج كيف قلت لكم الحوت لانه هو المراد به هذا الحيله. وعندي هنا بلاستيكه ميكا يعني بلاستيكه كيس بلاستيكي، عندي هنا الدقيق اللي غنحتاج 800، عندي غندير معاه شوي بودره ديال الثوم، عندي الابزار وعندي الملح، هادو اللي غندير معاه نخلطهم مع الدقيق. اذا على بركه الله غنهزو القدر اللي غنحتاجو في هذا السمو، نحتاجو الدقيق غنديرو في هذه البلاستيكه هذه، نديرو في الميكا بهاي الطريقة هذي، غنديرو غير القياس اللي عارفين عنو غيقدنا الكمية اللي غنحتاجوها اللي عندنا ديال الحوت، يعني نديرو غير الكمية اللي نحتاجوها للكمية اللي عندنا ديال الحوت، فاهمين؟ المهم عندي الدقيق هنا كيف تشوفو راهي درتو في البلاستيكة، ونضيف عليه المهم نحاول هذه هي، ونضيف عليه شوية ثومة. شويه الابزار، ابزار اسود ولا ابيض اللي توفر، وشويه الملح، ونعود نخلطهم. يعني غيكونوا العديد من الناس عارفين هاد الطريقه ربما، فقلت انا خليني اللوحه الناس اللي ما هم عارفين هاد الطريقه وهاد الحيله يعودوا يعتمدوها في تحضيرهم للحوت المقلي. مهم كيف قلت لكم انا اعتبرت الفكره يعني غيكون عارفه تافهه، فقلت لا يقد العديد من الناس ما يعودوا عارفين هذه، ومنها نتعمل فايده ومنها استفاد العديد من الاخوات اللي غيشوفوا هذا الفيديو.
المهم البنات بعد ما كيف شفتوا درنا الدقيق ولا العطريه اللي اسمه خلطناهم، غنعود نهز هذا الحوت هذا ونديرو في البلاستيكه كامل، نحاول نفرغه كامل. راه الطريقه حتى بالنسبه للدجاج الا بغيتوا تقلوه ولا شي حاجه، المهم اي حاجه بغيتوا ديروها في سواء في الدقيق او لا شابلوغ او، المهم ديروا هذه الطريقه، هذه عمليه وزوينه زعما كتهنيكم من هذاك الروينه ديال الدقيق الصراحه. المهم نشد فوالا، نحاول ندخل الهواء، نحاول ندخل نخلي الهواء يدخل باش تنفخ ليا بحال هذه الطريقه. يعني سخونة في المكان في البلاصة تقدو تحطوها في الزيت. مهم أنايا غنديرهم في المقلة ديريكت، غنديرهم في الزيت لأن درتها تسخن. نضيف الباقية، نحاول ندخل الهواء، نخلي الهواء باش يعني تكون عملية في نحرك الحوت وسط الدقيق وباش كامل يتمرمج في الدقيق بشكل سهل. توسخوا يديكم ما توسخ لكم الدنيا يعني، والحوت كيتمرمد بمعنى الكلمه وسط الدقيق، يعني كيدخل لحتى البلايص اللي يعني الحواشي كيدخل لهم الدقيق يعني تمرمد 100%. وتقدوا كيف قلت لكم تعدلوها حتى مع لا شابلوغ مع دجاج مع اي حاجه بغيتوا تمرمدوا ديروها الطريقه هذه، فهي عمليه وهي المعتمده عندي. بنات عندي هنا البصله، هاد البصله قطعتها بهذا الشكل هذا، غنلوحها هنايا في هاد بلاصه هاد الحوت هذا، وغنحاول نحاول نحركها مزيان باش تشرب من هاد الصوص هذا اللي فيه يعني بلاصه الحوت، هاد القامة اللي درت له مزيان، حاول مزيان غتشوفوا اش غندير لها بريك. وحتى هما نديرهم في هذا الدقيق هذا متبقي ليا، ونعود نقليها حتى هي في الزيت. كتجي طعمتها زوينه الصراحه.
اذا هذا هو كان طبقنا الحوت اللي حضرت معكم بالحيلة اللي معتمدة عندي سهلة وعملية. ان شاء الله نتمنى تعجبكم ذي الحيلة وتعجبكم الطريقة اللي نستعمل، وجربوها ولا تلقاوها عملية، وتهنيكم من يعني المشاكل ديال الدقيق ديال الحوت. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.